أكيد لازم، هذا تعهد على الأسيس ومرض الأسيس، إنه وين ما بدهم يحطوكم بدكم تروحوا. أنا بالنسبة لي 9 نقلات نقلت، واللي هي مرة نقلوني على الكرك، الكرك شي 200 كيلو عن عمان، وسكنت فيها وكنت يعني غريبة بلاد، وبس إني بدي أتأقلم مع الأجواء، ولأجل زوجي لازم أروح. وإذا طلبوه وحده كمان في أي منطقة وأنا أولادي عندهم دراسة وبدرسوا وما في زي ما تفضلت إنه ما في نائية المنطقة، طبعاً في تضحية بين الزوجين الأسيس وزوجته، إنه أنا أبقى بهالمنطقة يدرسوا أولادي وأكمل معهم، وهو يروح والله معه، وربنا وين ما بدي يروح الأسيس بحافظ عليه. وهذا إشي يعني هذا الأسس اللي هي بدها تكون زي الجندي اللي بده يتنقل من مكان لمكان، ما بقدر يرفض. هاي دعوة من الله إنك تروح على هذا المكان، ممكن أنت تربح نفوس كتير في هذه منطقة السودان فرضا، قديش فيها ربح نفوس. إحنا عنا بالبلاد الشرق هقول لك كالصوان، يعني ما في غير ربنا من فوق هو اللي بيعمل العجائب حتى إننا نربح نفوس، والرجل الدين بده يربح نفوس وين ما بده يروح. زوجته لازم تتقبل هذا الإشي وتتعايش بهالمواضيع كلها هذه.